تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة نجلي سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، نظمت محافظة المحرق حفل تكريم رواد العمل الوطني والطلبة المتفوقين في نسخته 11 في مجلس بن هندي بمحافظة المحرق. ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل كان في الاستقبال سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك المفدى للشباب والرياضة، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق وعدد من المستقبلين. وقد ألقى العميد زهير بن راشد العبسي نائب محافظ محافظة المحرق كلمة رحب فيها برعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة للحفل، معربا عن اعتزاز المحافظة وللعام 11 في الاستمرار بتكريم رواد العمل الوطني ممن قدموا أعمالا وطنية وجهودا نبيلة وصادقة خدمة للوطن والمواطنين. وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن المكرمين أعرب عبد الحميد الأنصاري عن أمله في استمرارية تكريم رواد الأعمال الوطني والطلبة المتفوقين وأيضا الرياضيين لما لهذا التكريم من مآثر عظيمة تحمل عنوان العطاء وحب الأوطان والولاء للقيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها. بعدها تفضل سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة بتكريم رواد العمل الوطني والرياضيين والطلبة المتفوقين بمحافظة المحرق بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات والعطاء الرياضي، تقديرا من سموه لدور المكرمين في خدمة المجتمع وفي إسهاماتهم الخيرة في مجال العمل الوطني والاجتماعي والرياضي، وحرصا من سموه كذلك على تحفيز المتفوقين وتشجيعهم. وقد أشاد سموه بجميع المكرمين مؤكدا أن مملكة البحرين تفخر بأبنائها الذين يساهمون في تحقيق الإنجازات لمملكة البحرين، ومن ضمنهم الطلبة المتفوقون من أبناء الوطن في مختلف المجالات والمراحل العمرية والذين يسعون لتحقيق أفضل النتائج وتولي المراكز القيادية، وأيضا من يتطوعون للعمل الوطني والاجتماعي والرياضي. وأشار سموه إلى أهمية الدور البارز الذي قامت به الكوادر البحرينية في الارتقاء بمنظومة العمل التطوعي في كافة الجوانب نحو آفاق رحبة، وحث سموه الجميع على بذل المزيد من العطاء في العمل الخيري والوطني وغيرها من أوجه العطاء والجهد. من جانبهما قدم سعادة مستشار جلالة الملك المفدى للشباب والرياضة وسعادة محافظ محافظة المحرق الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة على تفضل سموه برعاية هذا الحفل، مؤكدين بأن هذه الرعاية الكريمة من قبل سموه تعتبر حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مكررين الشكر لسموه على رعاية ودعم هذا النشاط الخاص بمحافظة المحرق. وفي ختام الحفل قد قدمت لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة هدية تذكارية بالمناسبة عبارة عن صورة لسموه أثناء رعايته إحدى المناسبات بمحافظة المحرق عام 2008 للميلاد.